بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مصطفى علي في قناة الرياضيات الحديثة. عندي هنا مسألتين على الدومين، على المجال. طبعا احنا عارفين ان المجال هو كل قيم ايه، كل قيم اكس، بس انا عندي في الدالة الكسرية بناخد كل القيم بس اللي هي من السبع للقيم اللي هي بتخلي المقام بتجعلها ايه، صفر. ناخد كل القيم ما عدا القيم المتخلي المقام بيساوي ايه، بيساوي صفر، لان ما ينفعش يكون المقام هيساوي صفر في الرياضه زي ما احنا ايه، زي ما احنا عارفين. تعالى كده نبدا اولا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونحل المثال الاولاني. عاوزين نجيب المجال لهذه الداله، دي داله كسريه. فانت هتعمل ايه في هذه الحاله؟ هتاخد المقام 3x ناقص 24 لا يساوي الصفر. طبعا احنا بنسبع القيم لا تساوي ايه، لا تساوي الصفر، او تخلي المقام يساوي ايه، بيساوي الصفر. هتعمل ايه؟ حل هذه المعادله من الدرجه الاولى، يبقى 3x لا تساوي 24، يبقى نقسم على 3، يبقى الاكس لا تساوي كام، 8. يبقى انا هنستبعد مين؟ ال 8. ليه؟ لان الجدع وط في ب 8، 3 في 8 ب 24، اصل 24 صفر، فنستبعد ال 8 عشان بتخلي المقام بيساوي صفر. نكتب بقى الدومين ازاي؟ الدومين بتاعك اف نكتبه، ممكن تكتبه بطريقتين، عن طريق المجموعات ممكن تقول ار، كل ار ما عدا العدد مين؟ العدد 8. او ممكن نكتبه بطريقة تانية، من سالب ما لا نهاية الى مين؟ الى 8. اتحاد اوكي مفتوح، يعني معناها 8 مش معايا، من 8 الى موجب ما لا ايه، ما لا نهايه. لو عاوزها انترفل عاوزها فترات. اوكي كلام جميل. تعال نشوف المساله الثانيه، نفس الفكره بالظبط، بس انت عندك هنا في البسط داله جذريه وفي المقام اللي هي داله تربيعيه. فانت هتحل ازاي يا سيد الفاضل؟ هتاخد الاول دي داله جذريه، اما يكون عندك داله جذريه بس في البسط بتاخد اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. اوكي طب لو كان في المقام تاخد اكبر فقط، لان المقام ما ينفعش يساوي ايه، بيساوي صفر، وتحل عادي خالص. يبقى الاكس اكبر من كام او يساوي 3، يبقى الاكس اكبر من او يساوي 3. ده اللي هو مين؟ المجال بتاع المين، بتاع البسط. تعال بص كده على المقام حضرتك كده، اكس تربيع زائد اكس زائد 1. لو جت اصلا تحل هذه المعادله التربيعيه، هذه المعادله لا تحل، ما لهاش سوليوشن في مين، في ار الاعداد الحقيقيه، ولكن لها حل في الاعداد التخيليه، لان هيبقى فيها ايه، هيبقى فيها اي، يعني هنا نو سولوشن. اوكي فانت كده هتقدر المجال بتاعك هيكون اللي هو الفتره المغلقه من 3 الى موجب ما لا نهايه، وهذا هو مين، هذا هو المجال بتاع المساله دي. يبقى عند المجال فتره مغلقه من 3 الى ما لا نهايه، واعرف ان دايما الفترات اللي هي الموجب ما لا نهايه، الموجب ما لا نهاية أو السالب ما لا نهاية والموجب ما لا نهاية دايما بيكونوا مفتوحين. أوكي إذا عجبك الفيديو تنسى اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.